تخيل ان ميسي ضايع الانفراد ده وكمان البولجا ضايع الانفراد ده برضو. ازاي يا جدعان ده الحاجات دي ميسي بيسجلها زي السكينه في الحلاوه. طبعا انت متوقع بعد ما قلت لك كده اني هقول لك انه قدم مباراه زي الزفت، بس عادي يا ابو الكبات ان الاسطوره يضيع براحته، لان اللي عمله في المباراه ده جنون حرفيا. في مباراه الارجنتين وكندا في افتتاحيه بطوله الكوبا واللي فازت فيها الارجنتين بنتيجه 2-0، وميسي ساهم في الهدف الاول اللي سجله الفاريز وصنع الهدف الثاني اللي سجله مارتينيز. تعال بقى اقول لك ميسي وهو في اسوأ حالاته عمل ايه. اتفرج هنا على ميسي وهو بيخرج من الضغط. والله المفروض الفيديوهات دي تدرس في مدارس كره القدم. هنا الكره تماس واللاعب بيلعبها لميسي اللي معاه لاعبين في ظهره. بص ميسي عمل ايه، استلم ولف وعمل باص في جزء من الثانيه حرفيا وخرج اتنين لاعبين من الكادر تماما. لا وكمان راح استلم الكره ولعبها في المساحه الفاضيه بيلاعب الملعب على كيف. وهو ده سحر ميسي، هو ده سحر البولجا. صنع 5 فرص محققة وأفضل لاعب في المباراة وصنع الهدف الثاني وساهم في الهدف الأول وهو الأعلى في المباراة بتقييم 8.5. تخيل أبو الكباتن إن الأرقام دي والتقييم ده للاعب تصنف هذه المباراة الأسوأ له ورقم تاريخي للأسطورة. ميسي يواصل تعزيز رقمه التاريخي كأكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم ب 374 أسيست. فهل الأرجنتين قادرة بقيادة ميسي بالتتويج بلقب الكوبا ولا لأ؟